نعم. أنا أحكي لك على الزيارة الأخيرة للبنان. يا حبيبتي يا لبنان، أتريهم يعني كم المؤامرات للتقسيم والتفريق وكذا وكذا. ليه؟ من جمال لبنان والروح اللي موجود والشباب. والله لو حكيت لك عن الأطفال، طفل 8 سنين ياخدني في مخيم لفاتحين مقرأة، هو اللي بيقول لي كذا. إيه أبو شهيد؟ بيتكلم على ايه؟ ده على ما اقول كذا وبيوريني. قلت له تمام، خد بينا المسير وانت حدد الطريق، يلا وعرفنا الطريق. كم تحفظ من القران؟ معي ربع ياسين. يلا المره الجايه الاقيك حاجه. واقم 8 سنوات قد كده وانت ماشي بينا وعمال وعنده ثقه ومش متزعزع مش متهته. تعالي شوفي ثقافه الشباب اللي موجودين، ثقافه الدفع ما شاء الله، ثقافه الدفع اللي اندثرت في معظم دولنا. اللهم بارك عليهم. أهل السنة هناك قوة لا تستهان، اللهم بارك. ولكن ما فيش إعلام يطلعهم. أنا ذات نفسي بقولهم أنا يا أهل لبنان أدين لكم باعتذار، لأن الأمر عندي. أدي القنوات اللي بتطلع اللي بنشوفها. نعم. صحيح اللبنانيات وما يحصل عن اللبنانيات وهكذا، لكن أهل السنة هناك اللهم بارك عليهم. أهل السنة هناك بجد. النقطة الثانية، كم المحجبات ده في لبنان؟ العدد ده موجود في لبنان؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. فالواحد ما يقاس، الجيل اللي جاي جيل جميل. في حاجات تانية مش هينفع اقولها انا على التلفزيون ولا هينفع اقولها لك في تليفون. ان شاء الله ما اشوفك اسلك صدرك يا رب ان شاء الله. بما رايت اتريهم حبايبي، اتريهم حرب في كل مكان لتفريق المسلمين وبلاد المسلمين. يا اله الا الله، لا اله الا الله. ده الله سبحانه وتعالى ينجينا ويجعلنا اهل النصره، يجعل اولادنا من اهل النصره. امين يا رب.